عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالنسبة لهذا الذي أقدم عليه هذا الشاب، لا شك أنه من اتخاذ آيات الله هزوا، وعليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأن يستغفره قبل أن يسخط عليه. فمثل هذا النوع من الكلام هو من الإثم والاعتداء. وقد اختلف وفي قول الرجل إن امرأته حرام على 6 أقوال. القول الأول إن ذلك كذب لا يلزم به شيء، لأن الله قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك، والله غفور رحيم. القول الثاني أنه يمين تكفر كما تكفر اليمين بالله، لأن الله قال لرسوله صلى الله عليه وسلم: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، الله مولاكم وهو العليم الحكيم. القول الثالث إنه ظهار يلزم به كفارة الظهار، وهي عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا على ما جاء في سورة المجادلة. القول الرابع إنها طلقة رجعية، والقول الخامس إنها طلقة واحدة بائنة، والقول السادس إنها 3 طلقات. وعموما إنما يفتى الإنسان بحسب حاله، وأنا لا أعرف حال هذا السائل. فإن كان من أهل الالتزام والصدق وعرف أنه نادم تائب وكان له عيال يضيعهم الفراق وكان من أهل الرخص، حينئذ يفتى بالرخصة، فيمكن أن يفتى بأن هذا ظهار ويلزمه كفارة الظهار. وإن عرف بأنه من المتساهلين في حدود الله والذين لا يرون النكاح ميثاقا غليظا ويستهزئون بالألفاظ ويطلقونها كما يريدون، فلا يؤخذ له بالرخص وإنما يؤخذ له بالعزيمة، كما قال العلامة محمد بابا والعبيد الديماني رحمة الله عليه: فخذ أيها المفتي لشخص بعرفه، فبالعرف ألفاظ الطلاق ترام، فخليت قد كانت 3 وقد غدت لواحدة لا خلف ثم يرام، ولفظ حرام صار في العرف بتة، وذكر أقاويل الحرام حرام. وفقنا الله وإياكم لكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.